نديري وما غندير مقابله ديال رجله ان شاء الله ان شاء الله. تقطعيها دابا؟ دابا نقطعوها وعاد نديرو ليها الشرموله ديالها ونديرو كلشي كيفاش تما بوحدها. صافي في الحال اللي طيارو في الدروم مقطع كامل نقطعوا كل شيء ونعود نطلقه هريسة. نقطعوا كل شيء إن شاء الله ونعود نطلقه. صافي البنات من بعد ما قطعنا كل شيء شنو غادي ديري؟ قولي المكونات بالدقيق حيت البنات كيبغيو داك الشيء بالتفصيل. صافي دابا قطعنا الرجله غادي الزيتون وهذيك الزيتون مقطع وهذه العطريه الملحه شويه الكراش والكركم شويه ديال التحميره وكامل. وهنايا الحامض ياك؟ هنا الحامض المصير مقطع وهذيك الفلفل حار. صافي يلا بديتي ديري لينا المقاطع شي شي باش كنصا حيت كاين دابا الرجله راه كلشي كيعرف ليها غير هي كل واحد والطريقه ديالو. انا درت شي حامضه مصيره كبيره وفلفله حاره مقطع صغير وهنا واحد الكميه كبيره ديال الزيتون. شفتوا شحال دارت بزاف كيجي بنين بالطريقه هذه. تكون شي رابعه هنا الزيتون مع الابزار شي ملعقه صغار. صافي والتحميره والكمون والكركم اللي هو الخرقوم البلدي. صافي غديري زيت الزيتون دابا غيبقى لينا الخضر والمعدنوس حتى كنلخص حتى الجبد كاع ياك. دابا غنحركوها وغنسخو على البوطه ما غنحركوها. صافي داكشي باش كتجي لذيذه بالطريقه هذه. نقصوا على البوطه ونخليوها بالمهل اللي عنده الكوكوت وبغى يسربي دغيا راه ياك. هذيك دغيا كتوجد وحتى اللي عنده الطاجين ويطيبها في الطاجين راه كتجي ألذ في الطاجين. غير حنا دابا حنا اون فاكونس وداكشي اللي لقيناه راه مستعملنا درناه في هاد الطنجره هذه ونخليوها تطيب شويه ها نسينا الثومه. ها انتم البنات حنا نسينا الثومه موجدينها ولكن ما قطعناهاش. غادا نحكو الثومه وغنزيدوها فيها ياك. نحكوها كتحكيها وكتخليها هكا؟ لا نحكوها. صافي صافي غادا نحكو الثومه وغادا نزيدوها وغادا نغطيوها ونخليوها طيب بالمهل على خاطرها. صافي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله نشوفو نحضرو شي سلطه اخرى. انا غادا نوجد هنا واحد السلطه ديال السلاوي. هنا قطعت البصله قطعتها هكا رقيقه غنشحرها مع زيت الزيتون. ديري لي شويه زيتون زيت الزيتون عافاك ناديه هنايا زيت الزيتون وغادي نشعل عليها تشحر مزيان وعاد غنزيد عليها ان شاء الله السلاوي. وهنا غنوجد واحد السلطه اخرى ديال القرعه. وهنايا ناديه كتوجد الباربا سلطه ديال الباربا قطعه مع مطيشه ياك ناديه. المطيشه والبصله والقزبر والملح صافي مليحه زيت العود والملحه والحامض لا بلاش بلاش. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا هي البصله حتى تشحر حتى تولي دابله حتى كطيب. صافي دابا عاد غنزيد سلاوي مقطع بهذا الشكل هذا. دابا غنزيد الملحة باش السلاوي تخليه مليحة ما يجيناش باسل. هانتوما الناس كيف كتشوفو كنحنكو كنجيبو واحد شوية قبل ما السلاوي كيطلق داك الما ديالو. وملي كيطلق الما كنغطيه وغادا نخليه حتى غيدخل فيه طياب مزيان ومن بعد غنزيد ليه ان شاء الله الزبيب. هانتوما البنات شوفو الرجلة غير ما زدنا لها لا ما لا والو غير داك الما ديالها. شفتو شحال طلقات ديال الما؟ دابا صافي كنزولو الغطاء وكنبقاو نحركو فيها ونخليوها حتى كتنشف. صافي كتصبح واجدة. نسقيوها بزيت الزيتون وبشوية ديال القزبر والمعدنوس وشوية ديال الكمون.
هانتوما الناس اللي كتشوفوا معايا، راه هي بسكت لسه طيب في الكناطيه، بسكت عامه كتعسر غير بواحد على السكر بلا حتى شي حاجه، شويه صافي تقدروا طيبوها حتى في الطاجين هكا ان شاء الله نشارك معكم الطاجين. هنا غنزيد ليها هنا الزبيب اللي مغسول ومنقع حتى هو، ونقدروا نزيدو حتى القرفة لأن ما عنديش هنايا القرفة. غنزيد هنا شوية ديال البزار وشوية ديال الكركم هو الكركم ديالي وشوية ديال السكنجبير غير شي شوية، ما نكتروش فيها العطرية بزاف. دابا غنبقى نشحرها حتى يطيب الزبيب ودخل العطرية في هاد الشحال هادي. صافي غتصبح واجده. الا بغيتي تقدروا تشحروها بالزبده الا ما بغيتوش تستعملوا الزيت الجديد، انا كنفضل دائما نستعمل الزيت الجديد. صافي وكيف قلت لكم تقدروا تزيدوا حتى الا بغيتوا تقدروا تزيدوا حتى العسل، نزيدوا العسل ولا لا؟ بغيت نزيدوا شويه العسل على قبل هاد السلطة هادي باش تجي زوينة غتجيكم غريبة، يعني المقادير ديالها والطريقة ديالها كتجي جديدة. أنا هادي كندير هاد القرعة وقلت علاش مندير تب سلاوي، لأن القرعة والسلاوي بحال بحال، القرعة السلوية والسلاوي والقرعة العادية بحال بحال، القرعة الخضرا وجات صافي. أنا غنخليها هكا شي خمس دقايق هكا وغادي نطفي عليها وتصبح واجدة. هنا البنات غادي نزيدو واحد السلطة ديال القرعة، القرعة والزيتون. أول حاجة كتشوفو هنا خديت واحد البصيلة قطعتها رقيقة، درت معاها معلقة ديال زيت الزيتون. غادا نشحر هادشي، غتشحر ليا البصيلة غنضيف القرعة محطوطة. دابا هنا صافي بنات شحرت ليا البصيلة، غادا نزيد عليها القرعة مقطعة مفكوكة على هاد الشكل هانتوما. صافي كيفما كتشوفي معايا الماء بس كتزيد واحد شوية وتقريبا شي دقايق دابا باش تحط فيها كلها. دابا غنزيد دابا هانتوما غنزيد الزيتون السلالة بنوصلو العذر من اللواز. صافي من بعد غنزيد هنايا عندي فلفل حامض، عندي شويه ديال الكركم اللي هو الخرقوم اللي هدي، عندي شويه ديال البزار، ثومه ملحه، شويه ديال التخميره وشويه ديال الكمون. شويه ديال الكمون غنديرو دابا وشويه ديال الكمون حتى الاخر حتى الاخر. صافي غنشحر مزيان، وهاد السلطة هادي كيخصها بزاف ديال يعني خصنا نكونو مقطعين واحد الكمية كبيرة ديال الكركم. من الأحسن غير القصبر، راكم عرفتو أنا دابا كنطيب بزاف ديال القصبر أكثر من المعدنوس. هانتوما حنا عندنا هاد الشيء، يعني كل ما كان كتير كل ما كان أحسن. انا غنزيد يعني معظم هذه الكميه، غنخلي غير واحد شويه التزيين في الاخير، انا خصو يطيب مع السلطه، ما خصوش يكون باقي باين. هاد
هاد السلطه هادي تيجي معاها الحامض المصير، ولكن الحامض المصير حنا مابقاش عندنا، داكشي باش ما ضفتوش. صافي انا غنزيد نشحها شويه باش كلشي هاد المكونات جالس مع بعضها. عاد في الاخير غنزيد شويه ديال زيت الزيتون، وغادا نزينها بهاد شويه ديال القزبر المعدنوس اللي بقاو عندي. الى عندكم غير القزبر بوحدو راه كيجي زوين، القزبر بوحدو كيجي. المهم كل واحد والذوق ديالو، راه كتعجبني بزاف هاد السلطات هادو كنستعمل غير القزبر، لكن دابا كان عندنا قزبر قليل داكشي زدنا المعدنوس. صافي هانتوما دابا ها هي دابا هاد السلطه هادي وجدات، كتجي لذيذه لذيذه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. هانتوما البنات باش ناكلو هذوك المقبلات، حنا درنا الخبز بالخميره البلديه بالضبوط عجناه الصباح. بالنسبه للبطبوط بالخميره البلديه دابا مع الحال السخون بزاف كترخى العجينه، العجينه كترخى، انتما شوفوا كتولي كتلصق، واخا عجنها كانت جا مع راسها لكن ماشي مشكل. هانتوما حنا دابا هنا قرصنا، كناخذوا شويه ديال زيت الزيتون باش كتسهلوا علينا العمليه، وهنا هانتوما حنا كنقرصوا فيه دابا. هانتوما دابا حنا كنقرصوا وفي نفس الوقت مشاعلين البوطه باش نطيبوه، ما كنتسناوش عليه لان دابا الحال سخون بزاف. هانتوما شوفوا كيفاش كتلصق، يعني لو وقع لكم هذا المشكل هذا ما عادي عادي جدا، لان مع الحال سخون. كنت قريت في هذاك الكتاب ديال الخميره البلديه بان ممكن دابا في الحال سخون ممكن تدخلوها للثلاجه، الثلاجه باش لا بغيتو تسهلوا عليكم هكا العمليه ديال التقراص. هما المقبلات وجدوا، هذه المقبله اللي كتجي حلوه مالحه ديال السلاوي، زينا هنايا بشويه ديال اللوز، وهنا هاد المقبله ديال الزيتون والقرعه كتزينوها بشويه ديال القزبر وشويه ديال زيت الزيتون. وهذه درتها ناديه. ناديه شنو درتي في هذه؟ هاد مقبله البصل والكمون وزيت العود ومليحه صافي شويه القزبر والمعدنوس والكمون قلتي، والكمون والبصله مقطعه صغيره ما كتكونش مشحره خضره. صافي وهنا خلاص هادي راه كلشي كيعرف. صافي هادي، وهنا هي الرجله اللي حتى الاخر كنزيدوا لها زيت الزيتون شويه ديال القزبر، تقدروا تزيدوا حتى الكمون الا بغيتوا في الاخير. صافي وهذه الطريقه ديالك ناديه، نعاودوها بالتفاصيل. هي الكمون البزار والمليحه وشويه ديال الخل. هكذاك ناديه كتزيد فيها الكمون، دارنا حنايا كيديروها ولكن ما تيديروش فيها الكمون، كتجي مختلفه. مي هذه عجباتني، كنظن غتواتي مزيان مع الشوا، غتجي زوينه مع الشوا، ملي كناكلوها كتجينا بحال المذاق ديال كتفكرنا في الشوا، لان فيها البصله طريه وفيها الكمون. انا عجبتني نقصها، عجبتني بالكمون، بقات انا برا مره نديرها بالكمون. صافي نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ولا عندكم اي سؤال ما عليكم الا تخليو لي ان شاء الله تعليق، والى وصفه جديده ان شاء الله. هنايا نسيت ما وريتكمش البطبوط، ها هو البطبوط خميره البلديه، والى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله.